17 سنة من النجاحات والتميز والإنجازات المثمرة، الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا UT اليوم بتضيف لسجلها الذهبي عام جديد مليء بالعلم والثقافة والنجاح. هالطلاب تميزوا ورفعوا اسم جامعتهم بالعالي من الجائزة الأولى بمسابقة AKU Film Festival اللي شارك فيها طلاب من كل الجامعات اللبنانية، إلى المركز الأول بمسابقة فابريانو للرسم، والنجاح الكبير اللي حصدوه الطلاب بالمسابقات اللي نظمت على هامش معرض أوريكا هالسنة. مشاركة طلاب الأوديوفيجوال المميزة بالسينما داماري سامر فاستيفول بإيطاليا، حيث نافسوا أكثر من 70 تلميذ من حول العالم ورجعوا للبنان مع 5 جوائز. وأيضا جامعة UT نظمت سلسلة ورش عمل ومؤتمرات حول الصحة والمياه وسلامة الغذاء والقطاع الزراعي وغيرها. كما قام الطلاب بحملات توعية حول مرض السكري، وقاموا أيضا بفحص المياه بعدة مدارس بالمنطقة للتأكد من صلاحيتها وسلامتها. بالإضافة لهالنشاطات كان UT مشاركة مميزة بمؤتمر تسريع الأعمال اللي نظمه مصرف لبنان هالسنة، ولأنه هالجامعة بتسعى دائما لجمع طلابها مع أهل الاختصاص أصبح أساس بالنسبة لإلها الباور بريكفست السنوي. بالإضافة لكل هالنشاطات شهدت الجامعة وبالتعاون مع مصرف SGBL مسابقة ستوك ماركت اللي عرفت الطلاب على عالم التداولات والتعاملات المالية. وما ننسى أيضا الفرصة اللي أعطيت لعدد من الطلاب بالترانسبورت مانجمنت للمشاركة بساعات تعليمية وتدريبية من داخل حرم مرفق بيروت. إلى كل هالنشاطات جامعة UT مش ممكن ما يكون على جدولها السنوي عدة نشاطات ترفيهية وثقافية تهدف بشكل مباشر وغير مباشر لتدعيم رسالتها التعليمية والأكاديمية. ومن أبرز هالنشاطات عام 2016-2017 مهرجانات الماسكيت الكرنفالية، بالإضافة لعرض سلسلة أفلام بحرم الجامعة من إنتاج وأخراج هالطلاب. والسنة أيضا زار جامعة UT الدكتور دونالد توماس من وكالة الناسا اللي شارك الطلاب خبرته اللي عاشها بالفضاء. كما شهد مسرح الجامعة أيضا عرض الأعمال المسرحية من تمثيل وأخراج وكتابة الطلاب. ومننسى العشر السنوي اللي نظمته جامعة UT بمناسبة مرور 17 سنة على تأسيسها، وكانت رعايته للصندوق الخاص لمساعدة الطلاب ماديا ومن لبنان للعالم. جامعة UT بتعطي طلاب الفرصة للمشاركة بعدد من المسابقات والنشاطات خارج لبنان، وهالسنة شارك الطلاب بعدة بعثات أكاديمية لصربيا وبرلين وبرشلونة وبأهم المؤتمرات الجامعية حول العالم، ومنها مؤتمر الانترنت اوف ثينجز اللي عقد بألمانيا وغيرها وغيرها. بدور زار UT عدد كبير من البعثات الأكاديمية والمسؤولين الأجانب من عدة دول وقطاعات حول العالم. أما على صعيد الأكاديمي ما بتتوقف هالجامعة من البحث عن المزيد من التوسع بالاختصاصات، ومن أبرزها هالسنة حصول 4 محامين لبنانيين على شهادة LLM وهي الماسترز أوف لو من أهم جامعات لندن، وبالتعاون والاشتراك مع رقابة المحامين ببيروت. والسنة أيضا جامعة UT قامت بتوقيع مجموعة معاهدات واتفاقيات دولية مع عدد من الجامعات والمعاهد والكليات المهمة حول العالم. وأيضا خلال العام الدراسي أصبح بلبنان ولأول مرة موجود فرع للأيوتا وهي جامعة مدى الحياة الموجودة اليوم بأكثر من 10,000 جامعة حول العالم، واليوم بالفعل أصبحت موجودة UT وبتقوم بتقديم صفوف أكاديمية وثقافية للأشخاص اللي تخطى عمرهم 50 سنة. كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة لابورا لدعم قسم التوظيف بالجامعة، بالإضافة لتوقيع معاهدة مع جينيفا سكول أوف ديبلوماسي وغيرها. وعلى الصعيد آخر جامعة UT اللي بتملك مساحات خضراء واسعة كرست إدارتها وقت كبير للنشاطات الرياضية، ومن هون الطلاب أرادوا التميز أيضا وعادوا من المسابقات بعدد من الميداليات وخاصة برياضة الفوتسال والباسكتبول. اليوم نطوي صفحة عام وسوا بنفتح صفحة عام جديد من الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا.